حبوباتي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. قبل ما ندخل في صلب الموضوع بغيت نقول لكم مبروك عواشركم، نتمنى تقول لكم الصحه والسلامه وطوله العمر باش ما تمنيتوا ان شاء الله بمناسبه عيد الاضحى. ايوا ام درا شريتوا شي حواله ولا مازال؟ المهم البنات في نفس الوقت بغيت نعتذر لكم لاني شحال هذه ما بقيت دخلت، ما بقيت درت لا فيديو، ما بقيت حطيت حتى حاجه كما كيبان لكم ورايا. هادشي ماشي في داري. انا بصراحه راني جيت لبلدي الحبيب، جيت عند الوالده نشوفها، وكما البنات كانوا متابعيني كنت قلت لكم بلي كان عندي مشكل في الباسبور ديال ولدي ما خرجش ليا، ما كناش متوقعين نهائيا نهائيا اننا غادي نمشيو، حيت الوراقي ما صوبناهمش دغيا وكلشي. داكشي علاش ما جمعت لا باليزات لا حتى شي حاجه. خرجنا الباسبور يعني نهار قبل ما نمشيو، وما قلتش لكم انا ما جمعت لا باليزه لا والو، حيت خفت انني نجمع الفاليزات ونتصدم وما نمشيش ويبقى فيا الحال. داكشي علاش ما درت والو، يعني الليله اللي غادي نمشيو فيها جمعت كلشي، ما نقولش لكم داكشي كان مزروب، كلشي جا مزروب ماشي هو هذاك. داكشي علاش ما صورت لكم لا فيديو لا حتى حاجه، حتى ملي مشيت للمطار وقع لينا مشكل كبير، ما نقولش لكم قصه طويله هذه. في بلاصه ما ركبوا مع 12 كانت عندنا الطياره، مركبنا حتى 8 ديال الليل، وصلنا للمغرب حتى 12 ديال الليل، ولا نقولوا الوحده ديال الليل، ما نقولش لكم تكرفصنا واحد التكرفيصه. هاد القصه غنعاودها لكم من بعد ان شاء الله حتى نمشي لفرنسا ونعاود لكم شنو وقع ليا. دابا جيت عندكم على قبل اساس علاش انا اليوم عندكم، وعلاش انا اليوم دايره هاد لا فيديو. هاد لا فيديو بزاف البنات اللي كيتسناو، وهو ديال المسابقه. المهم كما وعدتكم اليوم غادي نديرو السحب ديال المسابقه ديالتنا. عرفت بلي طولت عليكم، كنعتذر منكم. صافي اليوم قلت اجي علاش ما نديرها، حيت لما درتهاش لكم اليوم ما عنديش الوقت لانني نديرها. لهذا البنات قلت اش غادي ندير، بقيت كنفكر كنقول اش غادي ندير لهم المسابقه، كيفاش غندير ليها. قررت انني نكتب كلشي في وراقي كيف ما درت في وراقي كتبتهم، واخا جاني الحال صعيب وتكرفصت، ولكن قلت ماشي مشكل غادي نحاول نديرها. وبغيت نقول نوجه واحد الرساله للبنات، كما قلت لكم البنات الفيديو ديالي الشروط اللي قلت لكم كانت واضحه. كاينين بعض البنات اللي كما كنقول لكم بغاو يشاركوا في المسابقه ولكن ما طلبوش ليا شنو بغاو، ما قالوش ليا واش بغاو برودوي ولا بغاو لي ماكياج. كاينين اللي جاوبت اللي كتبت ليهم وقلت ليهم اش بغيتوا، واش برودوي ولا ماكياج، وجاوبوني. كاين اللي ما جاوبونيش، كاين كانوا منهم بزاف وانا ما قدرتش نسول كلشي نكتب لكلشي، رغم انني هضرت في لا فيديو وشرحت لكم كلشي. كنعتذر منكم ولكن سمحوا لي، يعني كان عليكم نتوما تشوفوا الفيديو ديالي وتسمعوا شنو قلت لكم. المهم ماشي مشكل. شنو بغيت نقول لكم دابا بالنسبه لسحب المسابقه؟ كما قلت لكم انا كتبت الاسماء كاملين، هذا الرقم واحد يعني لي برودوي، وهذا الرقم جوج يعني المكياج. باش ما تقولوش بلي انا غشيت او انني كذبت او انني درت غير اسم واحد ودرته بزاف المرات، هنا غندير قدامكم واحد التجربه. سمعوني مزيان، قلت غنديروا تجربه، غادي نديروا سحب ديال القرعه ديال بعض الاسماء، نقولوا ثلاثه الاسماء غادي نسحبهم غير باش تعرفوا بلي ما كاينش غير اسم واحد وكاينين اسماء بزاف. غنديروها في نفس بجوج ديال سميتو ديال جبي بناتي، اختاريت حتى جبي بناتي يكونوا هكا شفافين. اول حاجه غادي نبداو، ها نتوما اختاريت حتى هذا. سمحوا لي ما عنديش لا ماتيريال ما عندي حتى حاجه، كيفاش غندير لكم السحب؟ غير قبلوا عليا. الموسيقى. يلا على بركة الله. بلاتي غادي نحط لكم هنا باش يجيكم مزيان، هاي باش تشوفوا هاهم. معنا كريمة حسناوي، كما قلت لكم البنات هادي غير ماشي قرعه حقيقيه هذه اللي درت، يعني غير تجربه. كريمه حسناوي هرجعها ها انتما باش تعرفوا. كوثر براده، كوثر براده هاي. كريمه امين، كريمه امين ها، غير باش تعرفوا. المهم بالنسبه للبرودويات كما قلت لكم كاين بلاص بزاف، حتى اللي جيت وخسرت واحده اخرى عاود
هانتوما باش ما تقولوش راني حاطه غير اسم واحد. ايا ام كا اس هيا. المهم هادو كاملين غنرجعوهم لهنايا كما تاكدتوا بلي هما راه مزيانين ما فيهم حتى حاجه. غادي نحاول غادي نمشي دابا للمكياج نديرو نفس الشكل. ها صراحه كنت بغيت ندير لايف ولكن ما عنديش كي غندير لكم هنا اللايف. هنا الناس داخلين خارجين ولدي كيبكي الصداع الدراري ما نقولش لكم واحد الحلقه ما قادرش ما قدرتش ندير لايف. على الاقل قلت الحاجه اللي نقدر نديرها غندير لكم فيديو. المره الجايه ان شاء الله تنكون في داري وديك الساعه بغيت ندير لكم في اللايف ندير لكم في اللايف. شكون اللي معنا هنا؟ سعيد غراب قراب نقولوا قراب. هذا دري سعيد قراب. هذه غير بتجربه كما قلت لكم نعاود ناكد ما تنساوش هذه غير صاحب ديال المسابقه تجريبي باش تاكدوا بلي ما دايرش نفس النوامر باش البنات اللي ما سمعونيش في دابا يسمعوني من بعد. مونيا امونا 44 مونيا امونا. نعاود ندير واحده اخرى غير باش تاكدوا ومن بعد غادي نبداو لصاحب القرعه الحقيقي. لميا شروني لميا شروني هيا. المهم دابا البنات ملي تاكدنا غادي نحطو هذا الشيء كامل وغادي نبداو في صاحب المسابقه الحقيقي. كنحاول نزرب لحقاش ولدي شاده ليا غير مرت خالي ما نقولش لكم. بصراحه صعيب صعيب صعيبه 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 تربيتو حاره ما ماشي سهل كيبقى غير يبكي 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 يعني ماشي سهل ان اي واحد يشدو خصني نشدو غير انايا وما انا حتى كعييني. المهم بنات دابا غنبداو في سحب القرعه يعني سحب القرعه الحقيقي اللي غنبداو به دابا باش غنعرفوا شكون الفائزه او الفائز اللي معانا. هانتوما ومازال غادي نبقى نديرها كنقي الزرع. يلا البنات غادي نهز هانتو باش ما تقولوش راني شفت. هانتوما غديرو فوق راسي. هاي اللي ربحت معانا هي آية آية ام كا اس. ايا ام كا اس مبروك عليك اخت ايا ام كا اس مبروك عليك بالبرودويات الرقم واحد. ايا مبروك عليك ايا. انا عاود نوريك الاسم باش متاكدي. ايا ام كا اس هاي ايا. دابا غنحيدو علينا هادو ديال البرودويات. راه نسيت حقا عليا نخليها هيا ان كا اس ما عرفت فين درتها. المهم ماشي مشكل غادي نحاول نديرها. غادي نمشيو غادي نحطو نهزو هادو ديال المكياج. معانا الاخت رانيا ار بي مبروك عليك رانيا ار بي. كنقول البنات اللي ربحوا معانا الفائزات الله يخليكم غادي نخلي لكم يومين لا قدرتوا باش تشوفوا الفيديو ديالي وتتصلوا بيا او انكم تدخلوا عندي تخلوا لي كومونتير
تعليق باش تقولوا لي فيه باللي نتوما راكم الفائزات، وباش نحاول نشوف كيفاش ندير باش نصيفط لكم الهدايا ديالكم، باش تقولوا لي واش نتوما كيعيشين في المغرب ولا في الجزائر، ما عرفتش فين جيتوا. كنقول لكم مبروك عليكم والف مبروك، وكنتاسف للبنات اللي ما ربحوش. كنقول لكم ما تقلقوش، الله يخليكم، ما كرهتش كون ربحت كل شيء، ولكن الله غالب. كنواعدكم البنات باللي غادي نحاول انني ندير مسابقه واحده اخرى، وغادي نحاول ندير بزاف ديال البنات، غادي نحاول نشوف الا قدرت ندير مره اخرى ندير ثلاثه ديال الفائزات. غادي نحاول نشوف شنو بغيت نقول لكم عاوتاني قبل ما ننسى. بالنسبه لهادو، المهم بالنسبه للفائزين، انا غادي نحاول نكتب الاسم ديالهم في التعليق اللي غادي يكون لتحت، باش هكا يتعرفوا على الاسم ديالهم، حيت كما قلت لكم انا بديت كنكتب بالزربه، يعني غنقدروا من نقول لكم الاسم، نقدر نغلط ما نقولش الاسم هو هذاك. بصراحه انا رديت البال ملي كنت كنكتب الاسماء ديال البنات، لقيت بالنسبه كاينه نسبه كبيره اللي طالبين لي برودوي كثر من. الا كنتو بغيتو برودويات كتبوا لي بلي بغيتو برودويات باش نقدر ندير لكم، ولا كان شي حد فيكم باغي شي حاجه غادي نشوف النسبه ديال البنات شنو كيطلبوا كثر، وغنحاول نشري داكشي نتوما اللي بغيتو ونحطو لكم في المسابقه. وكنتمنى من الله انكم اللي ما فاش يفوز مره اخرى، باقي ما عرفتش. المهم غادي نحاول نفكر وغادي نرد عليكم. غادي نقول لكم بنات بسلامة عليكم. المهم البنات غادي نخليكم هاد الساعه، غنقول لكم تهلاو في ريوسكم وبسلامة عليكم. الا كنتي هذه اول مره كتشوفي الفيديو ديالي، كنتمنى انك ديري جيم، خليو لي تعليق، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المره الجايه نعاود ندير مسابقه، وحتى وحده فيكم ما تخيب وما يبقاش فيكم الحال. حاولوا تكتبوا لي شنو الحوايج اللي نتوما بغيتو، وغادي نشوف النسبه ديال البنات اللي طالبينها، وغادي نحاول نشريها ونحطها ونديرها لكم كمسابقه. غادي نقول لكم بسلامه، تهلاو في راسكم، كنموت عليكم بزاف 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 على الردات ديالي. باي باي.